التي رأت فيك الأب العطوف والأخ المشان والابن البار الذي شعر بدورها وقدر عطائها ومنح الضوء لتحقيق أحلامها. سيحتشد الذين عادت لهم عافيتهم وصحتهم بعدما نهشت الأمراض في أكبادهم. سيحتشد الوطنيون الذين عرفوا معنى الكرامة الوطنية وقدروا عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية وملأ الفخر نفوسهم وهم يرون سيطرة وقوة الجيش الإسلامي. سيحتشد الآمنون في ديارهم الذين عرفوا معنى الأمان بعدما كادوا أن يفقدوه واليوم آمنون على أسرهم وأموالهم في ظل قيادة عظيمة وجهاد. محبتنا وتقديرنا لرئيسنا المحبوب السيد عبد الفتاح السيسي الذي نحبه جميعا. وقبل كل هذا أود يا أحبائي أن أرحب بكم وأقول لكم يا صاحبي إذا زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هدف سامي ومن أجل مستقبل مشرق وهادئ اجتمعنا من كل صوب وحدب، اجتمعنا نحن أبناء سوهاج